بنتكلم النهارده يا استاذ عبد الناصر على حضرتك اتكلمت على مباراه بيراميدز وعلى ايهاب جلال والتصريحات. في تصريح قاله بعد ما احنا كان البث قطع، تصريح مهم جدا ولازم نوضحه. قال تصريح خطير جدا ويوضح ان هو مش متابع بعد الهزيمه، بعد الهزيمه من مازيمبي طبعا 2-0 فضحنا ووكسنا وجاب لنا العار في افريقيا واثبت انه مدرب ضعيف للغايه وخلى بيراميدز سف التراب. قال ايه بقى بعد الهزيمه؟ بيقول هو طبعا زي ما قلت لحضرتك اتكلم على التحكيم وان التحكيم ده هو السبب وان التحكيم هو اللي ادى ده. فتصريح بقى اللي قلب الدنيا بيقول ايه؟ لما اتسال بيقولوا طب بالنسبه للمنتخب انت الوضع هيبقى ازاي ودلوقتي بعد الخروج ومش عارف ايه؟ قال لا الوضع مختلف مع المنتخب، احنا مع المنتخب في ماتشاته لا هنلعب على ملاعب زي دي ولا مع حكام زي دول. فانا عايز اقول له هو تقريبا ما شافش كاس الامم الافريقيه اللي كانت في الكاميرون واللاعيبه كانت لا مؤاخذه يعني كانت بتعمل الاستشفاء في براميل الترشي اللي البراميل الزرقاء دي وكان حاطين ثلج وواقفين فيها، او ما شافش الحكم اللي انهى الماتش في الدقيقه 88 في ماتش تونس، او ما شافش الملاعب الترابيه اللي كانت بتلعب عليها الماتشات. طب ده يعني بيديك ايحاء ان الملاعب هتبقى احسن من كده، ده واحد. وبيقول لك مع المنتخب مش هنلعب مع حكام زي دي، هو تقريبا ما يعرفش ان الحكم ده بالذات عشان مصر والسودان في كاس الامم، يعني الحكم ده بحكم ماتش مصر والسودان في كاس الامم، طب هيجيب لك حكام منين؟ فتصريح الناس بيقولوا لا انت كده تصريح انت مش متابع، يعني هو معنى كلامه يا استاذ عبد الناصر ان مع المنتخب الوضع هيختلف، هنلعب على ملاعب غير دي وحكام غير دول، ما هم دول حكام القاره ما فيش غيرهم اصلا. وكمان الملاعب ما هي دي الملاعب اللي بيتلعب عليها، احنا هنلعب مع اثيوبيا، اثيوبيا ما عندهاش ملاعب اصلا، الملاعبها كلها تعبانه. فالكلام نفسه المنطق ما عرفش يرد، ما عرفش يرد الرد اللي خلي الناس تتكلم معاه. وحتى الناس كلها بتنتقد وتقول حكم ايه؟ انت الفريق ما كانش موجود اصلا في المباراه والفريق ما لعبش. ده الاستاذ حسن، الاستاذ حسن المستكاوي قال لك مش موجودين، والمعلق علي محمد علي قال لك اشباح لاعبين. بالظبط، اذا قال لك ده كان في اشباح في الملعب ما كانش في فريق موجود. هو مدرب فاشل وتصريحاته عكس الواقع. بالظبط، الغريب بقى ان اتحاد الكوره بعد ما قلنا طلع تاني كلام بقى رسمي الاستاذ وليد العطار على القناه الاولى بعد الفطار بيقول لك ايهاب جلال مدرب محترم ولازم ندعمه في مهمته مع منتخب مصر، ومفيش مدير فني بيفوز على طول، احنا اتفقنا معاه بشكل كامل خلاص، ولما هيرجع من مصر هيبدا مهمته مباشره مع المنتخب المصري وهنقدم الوسائل الاعلام بشكل رسمي، والموضوع بالنسبه لنا كده انتهى. طبعا ده طلع خلاص كلام رسمي من الاستاذ وليد العطار اللي هو بيقول لك يا جماعه بصوا بقى اتغلب ما اتغلبش، هو قاعد يعني قاعد ما حدش يتكلم تاني في الموضوع ده. وليد العطار قال ايه تاني في تصريحاته؟ في تصريحات بقى تانية بس بعيد عن ايهاب جلال، اتكلم عن الحكام الاجانب وعلى اعادة مباراة مصر. اتفضل. قال تاني قال ملف الحكام الاجانب للاهلي لم يتم حسمه احنا لسه ما حسبناهوش، خطبنا بالفعل الدول الخمسة اللي حددها الاهلي وهنحسب الامر خلال الساعات المقبلة. بعد ما قال مفيش رد رجع دلوقتي يقول لك خلال الساعات المقبلة هنحسب الامر ونقول ايه اللي حصل. فدي حاجة غريبة، أنا بس عايز أقول له الدوري الألماني أصلاً بايرن ميونخ أعلنوه دوري الألماني. لا هو بس خلي بالك ردة فعل الجماهير عملت لهم رعب في اتحاد الكورة، الدوري الفرنسي خلص وأعلن باريس سان جيرمان بطل للدوري، الدوري الألماني شبه خلص. لأن بايرن ميونخ خلصوا بعدد فاضل عدد مباريات هو خلاص النقاط أعلى، فتم إعلان النهاردة للدوري الألماني عشان كده غيروا رأيهم. قال لك لسه، طب ازاي لسه الرد النهائي وبقى الجواب بتقول تعذر ازاي يعني؟ المهم قول لنا بس وليد العطار قال ايه، لان تصريحاته دي تصريحات كارثيه. طب بالظبط، قال تاني بقى على اعاده مباراه مصر والسنغال، بيقول اعاده مباراه مصر والسنغال في تصفيات كاس العالم دي مجرد تكهنات يا جماعه، يعني دي متكهنات مفيش حاجه مؤكده ومفيش حد قال الكلام ده، ومش عايزين نقول كلام ما حصلش وما وصلناش اي ايحاء او اي حاجه تدينا امل ان في اعاده للمباراه. وبيرد على الكلام ده اللي عمال بيتقال للمباراه بتاعته والكلام ده كله، قال احنا مش عايزين نقول الكلام ده لان احنا ما رضيناش نقول الكلام ده. لا هو ما كان من المفترض يقول ان في ناس على الفيسبوك خدت القرار مع نفسها وبتوهم الناس وعايشه الوهم، الصحافه الانجليزيه، الصحافه الفرنسيه، انتصار لغايه دلوقتي النهارده كنت بتفرج على حد بيقول لك ايه الملف المصري يا راجل ارحمنا بقى عرفتونا. اهو حتى وليد العطار طلع طلع قال احنا هنواصل البحث، قال احنا هنواصل البحث حتى عن حقنا حتى نهايه المطاف، لكن اعاده المباراه دي ما فيش اي مؤشرات بيها، ما فيش اي تكهنات، ما فيش اي جديد في الاتحاد الدولي او في لجنه الانضباط تقول ان في اعاده للمباراه. كمان يا استاذ عبد الناصر زي ما انت قلت المفاجاه واللي الكل بيتكلم عليها، منين انت عايز يعني في اخبار سربت من الكاف
ان زي ما انت قلت كده الكلام ده، ان ملعب السنغال وملعب في جنوب افريقيا مرشحين بقوه يستضيفوا نهائي دوري ابطال افريقيا. نهائي دوري ابطال افريقيا المرشح ليه الملعب هيتلعب مباراه، المرشح ليه الملعب اللي اتلعب عليه مباراه مصر والسنغال عبد الله واد، او ملعب في جنوب افريقيا. قال لك ملعب السنغال جديد وملعب عالمي وملعب راس وملعب كبير، واحنا واثقين ان الامن هيقدر يسيطر على الامور. فازاي بقى هنا هيعرض مباراه وعايزين يلعبوا نهائي دوري ابطال افريقيا عليه برضه بالعقل يعني؟ بس يعني هتقول لي مين يعني؟